من جديد أهلا وسهلا فيكم بورشة الشبكات الحاسوبية. طبعا احنا تأخرنا عليكم فترة، بعتذر تأخرت عليكم حوالي أسبوع. كان في عنا كذا شغلة لنساويها. أول شيء مناقشة المهام. هلأ أنا ضمن الفيديوهات اللي نزلتها المرة الماضية شرحت كل حلول المهام اللي أنا طرحتها. بالنسبة كنت طارحة مهمتين، فكنت شارحته ورجعت شرحته مرة تانية بالفيديوهات، وطرحت آخر مرة المهمة الأخيرة. هلأ المهمة الأولى كانت ما هي الشبكة، ما الفرق بين شبكات اللان والوان، ما هي طبقات السبع الأيزو أو الأوزي، والبرنامج الباكيت تريسر. الباكيت تريسر طبعا أجلته أنا لمحاضرة اللي بنفوت فيها نحنا بتجهيزات السيسكو، حكيت عليهم، حكيت على شرحهم وفصلتهم، حاولت فصلهم. طبعا اللي أنجزوا هاي المهمة موجودة اسماءهم. وطبعا يعني من المهمة الثالثة انا بعرف انه ببداية المهمة ببداية الورشة رح تكون الناس متفاعلة، حيقل التفاعل للأخير. يعني نحنا بالنهاية قدمنا 3 مهام للشخص وحيد فقط اللي تابع للمهمة الثالثة، حتى شخصين بتوقع مو شخص واحد. المهمة الثانية هي ما هي انواع كابلات الشبكة، ما هو الفرق بين الكات 5 والكات 6، وحكينا إذا نحن بدنا نوصل شبكة ضمن بناء من عدة طوابق شو منسميها، وإذا كان بين عدة أبنية شو منسميها. هلأ في ملاحظة صغيرة، الإجابات على المهام اللي نحن عم نطرحها غالبا ما بتكون كاملة. يعني يا أما بناخد جزء من السؤال ونتفصل فيه ونتعمق فيه لدرجة انه نحن ندخل بالامور التقنية فيه، بالامور الصناعية، حتى انه هو من شو مصنوع. انا ما بدي هيك، انا بدي بالشبكة حصرا هو شو. فوقت اللي حاكين انواع كابلات الشبكة، فقط اجابتين اللي اجتني انه عندي كوأكسل هو الكابل المحوري، عندي الكات بأنواعها 1 2 3 4 5 5E 6 6E، الفايبر أوبتيك هي الكابلات الألياف الضوئية. بعدين أنا طلبت الفرق بين الكات 5 والكات 6. طبعا في ناس كمان جاوب عليهم، في ناس جاوب عليهم جدول من غير ما يشرحوا. أنا رجعت شرحتها بالفيديو الماضي. طبعا قلنا احنا وصلنا بناء واحد فهي لان، لانه هي شبكة محلية. اذا بين عدة ابنية فهي وان. اذا انا وصلت ببناء واحد شو الكابلات اللي حاستعملها، هذا الشيء انا سألته بالمهمة الثانية. طبعا حل المهمة الثانية جتني فقط 4 اجابات. هلأ المهمة الثالثة واللي هي بلشنا فيها بالقسم العملي. هلأ طرحت مسألة، يعني هي المسألة مطروحة كتير بالشبكات، انه انا بيجيني مشروع شبكات، انا عندي مؤسسة او منظمة او بناء او شركة او مكتب او اوكي اللي هو ان نحنا نعمل له شبكة، نوصل له شبكة. اول شيء هن نعطينا بداية، بيعطونا لمحة عامة انه نحنا عندنا شركة خاصة بشبكة التعليم التفاعلية مركز دمشق، تتكون من 3 طوابق بدي اربطها ببعضها بشبكه واحده. هي انا اول ما يجيني على اعتبار انه انا مهندس شبكات، فانا اجاني زبون بده يطلب مني اني انا مدد له شبكه بالبناء تبعه. جت شبكه التعليم التفاعلي وطلبت مني اني انا مدد له شبكه، فطرحت علي انه هي شو، هي عباره عن بناء من 3 طوابق وبدها تربطهم شبكه واحده، فانا باقي الحل عندي او باقي الامور كلها عندي. قلت لهم اوكي. انطرح ما هو نوع الشبكة. هلأ أنا بدي بلش بقى أسأل حالي شو نوع الشبكة، شو التجهيزات اللي أنا بدي استخدمها، شو هي أنواع الكابلات المقترحة للتوصيل. هلأ هذا كله بيحتاج بصراحة لدراسة. يعني الإجابات اللي وصلتني إجابات أكاديمية بحتة، نحنا هون ورشتنا عملية. يعني نفترض أنه إجوا جماعة شبكة التعليم التفاعلية وطلبوا منا توصيل شبكة، فأنا ما بصير أنه نوع الشبكة أنه أنا أقول لهم لان. هي أوكي، يعني هن شايفة هم لان ولا وان ولا شيء ما بيهمونه بصراحة. اللي بيهمونه أنا شبكتي قائمة، أنا شبكتي عم تشتغل، أنا أنتوا وصلتوا لي الشبكة وجاهزة. قبل ما توصلوا لي الشبكة أنا عطيتوني دراسة فنية مع دراسة مالية لهي الشبكة، بحيث أن توافق بتعطيني شبكة بأعلى جودة بأرخص سعر. حلو كتير. معناتها أنا لازم يكون عندي عدة معطيات،
يعني ما بكفي اني انا اعرف عن هي الشبكه، عن هي الشركه انه مركزها دمشق، ما بكفيني. هلا واحد من الحلول اللي وصلتني، طبعا الله يعطيكم العافيه على الكل اللي تفاعلوا معنا، هلا واحد من الحلول هو هاد، فقايلين انه عندي الطابق الارضي، الطابق الارضي والاول والثاني، حاطين انه انا بكل طابق رح احط السويتش موصول بغض النظر على عدد الكمبيوترات الموجوده، انا واصل بيناتهم بكات 6 كابلات كات 6، واصل بين كل طابق وطابق بفايبر، وانا موصلهم من سويتش الطابق الثاني على سويتش الطابق الاول على سويتش الطابق الارضي، ولحتى انا خدمهم بالانترنت فانا طلعتهم على راوتر طلعتهم على الانترنت. حلو هذا الحكي. دائما الراوتر هو بيوصلني بالشبكه الخارجيه، وين ما كنت انا حتى نوصل بشبكه خارجيه بدي احط راوتر بيني وبينهم. فبالنهايه عمليا انا في عندي هون راوتر من طرفي، من طرف الشركه تبعي، في راوتر من طرف مزود للخدمه اللي حتى يطلعني على الانترنت. هذا الحكي صحيح لحد قبل ما فوت على البناء تبعي. دخلت على البناء تبعي، انا هذا التوصيل مثلا لو انضرب السويتش تبع الطابق الارضي، شو حتصير بشبكتي؟ شبكتي كلها رح تنهار، ما عاد صفي ولا مستخدم يستخدم الشبكه او الانترنت. معناتها هذا التوصيل ما له صحيح. انا لحتى حل هاي المشكله شو بعمل؟ عندي بجنب الراوتر هون بحط سويتش مركزي، وهذا السويتش المركزي بوصل سويتش الطابق الارضي عليه، سويتش الطابق الاول عليه، سويتش الطابق الثاني عليه. طبعا بحط السويتش المركزي مواصفاته اعلى من مواصفات سويتش الطوابق لحتى انا يقدر يخدمني. انا دغري فتت بقصة السويتشات والراوترات، وانه سويتش انا لازم اخذ سويتش مركزي مواصفات اعلى من سويتش الطوابق. طيب اوكي طولوا بالكم، نحن اول شيء ما عرفنا عدد المستخدمين بكل طابق، انا لازم اعرف توزيع النقط بكل طابق، كم مكتب عندي، كل مكتب كم نقطة بيحتاج، انا قد شو الابعاد بالمتر، لازم انا يوصلني مخطط على الاوتوكاد بالبناء تبعي قديش ابعاده لحتى انا اقدر احدد شو وين بدي احط انا السويتش تبعي، وقديش طول الكابلات اللي بدي استخدمها، وشو نوع هاي الكابلات، لانه في عندي كابلات في منها ما بتخدم غير 100 متر، في كابلات بس 50 متر، في كابلات اقل من هيك. فبالتالي انا لازم اعرف الابعاد، ابعاد متر. انا والله عندي مكتب باخر الكوريدور بيفرق عن مكتب باول الكوريدور، فانا السويتش وين بدي احطه؟ هل بدي احطه بالنص؟ هل بدي احطه باخر الكوريدور؟ هل بدي احطه باول الكوريدور؟ هون رح تفرق معي كتير. لهيك انا قبل ما احكي بالدراسه الفنيه انا لازم اروح على هذا البناء وشوف كل طابق قديش عدد الطوابق. اوكي هن قالوا لي ثلاثه، طيب ماشي، انا رح اروح على كل طابق، رح فوت شوف كل مكتب، حشوف كل مكتب، كل مكتب كم نقطه بيحتاج، كم نقطه شبكه بيحتاج حسب عدد المستخدمين بهذه المكاتب. وما ننسى التوسعه، يعني انا دائما احط شيء زياده للمستقبل. بعد ما بحدد كل طابق بشوف بعد كل طابق عن الثاني، مشان انا اعرف بكفي اني مدد كات 6 ولا لا مدد فايبر، لانه بتهمني بالنهايه الشركه الخاصه بهمها كتير الميزانيه الماليه تبعها. فانت وقت بتقدم لها عرض بميزانيه، هذا العرض اذا كان كتير مواصفاته واو ورائع من الناحيه الفنيه، وكمان كان واو كتير من الناحيه الماليه ومن الناحيه الماديه، راح ينرفض، لانه هن بهمهم بالنهايه التوفير، وانه نحن نقدم شيء باقل سعر باكثر جوده. فبالتالي انا هون لازم وازن، لازم شوف هن شو حاطين ببالهم كرينج لهي الشبكه، لانه كمان هذا بيحكمني. فنحن شفنا كل طابق كم مكتب، بكل مكتب كم نقطه بدي اوصل، بدي اشوف الابعاد بالمتر لكل طابق والمكاتب، بعد المكاتب بدي احدد انا كل سويتش وين بدي احطه حتى اوزع منه لهي المكاتب ولهي النقاط كلها، بدي اشوف نوع السويتش اللي لازم احطه انا بكل طابق، لانه انا ما في داعي اجيب سويتش عالي المواصفات اذا انا ما بحتاج كل مواصفاته بهذا الطابق، هي تكلفه زياده على الفاضي. فبالتالي انا لازم اجيب سويتش معقول. بعدين بشوف شو لازم يكون، شو اداء الشبكه، يعني مثلا ممكن يكونوا مستخدمين عاديين، انا ما في، يعني انا مالي متعطله او مالي مضطره على السرعه الزايده للبيانات، انه يكون سرعه اكيد اكيد اكيد، فبالتالي انا ما بحتاج فايبر اوبتيك، بكفيني الكات 6.
تمام؟ أما لو كان عندي أنا سرعة مهمة جدا، فبالتالي أنا هون بلجأ لموضوع الفايبر أوبتيك. لازم ندرس بدقة كل شركة شو متطلباتها. لا تبلشوا ببناء شبكة من غير ما تعطوني متطلبات. أنا اشتهيت بس واحد بس يبعث لي إنه آسف إيمان بعد إذنك شو مواصفات هذا البناء اللي أنا بدي مدد له شبكة حتى أعرف شو بدي مدد شبكة. بتمنى تكون وصلت فكرتي شو أنا شو هدفي كان من السؤال. طبعا الله يعطيكم العافية كل اللي قدموا المهمة قدموها بوقتها. هذا الشيء ما له غلط، يعني أنا بالعكس أنا طرحت هذا السؤال خصوصي لحتى تتعلموا منه، فأنا أبدا ما لي عم أقول الغلط، بالعكس يعني شكرا كثير لكم. هذا بيعلمكم شوي شوي، نحن رح نبلش نطرح المسائل شوي شوي حتى نتعلم منها. الهب اللي حاكي إنه نحن نستخدم هب الشبكة تبعنا، حاولوا قدر الإمكان تبعدوا عن الهب. الهب لا تستخدموه إلا إذا كنتوا أنتوا شلة رفقات طالعين، حبيتوا تطلعوا تعملوا زيارة عند واحد من رفقاتكم، سهرة مثلا، أو بتكون تعدوا لكم يومين ثلاثة عنده، بتكون تعملوا مشروع عنده، فمعكم كل واحد معه اللابتوب تبعه، فبتكون توصلوا اللابتوب تبعكم، ما بتكون توصلوا ويرلس مشان انتو، لأن الويرلس بيضيع السرعة نوعا ما، فأنتوا بتكون توصلوا ويرد. ممكن تجيبوا هب وتحطوه كلكم توصلوا عليه وتوصلوا الهب على الراوتر الخارجي تبع الـ ADSL. أما لا تستخدموا الهب بالشبكات الكبيرة نهائيا، لأنه الهب بيعمل مشاكل وما له ذكي أبدا أبدا. وبتعرفوا وضع البلد عنا، دائما الكهرباء عم ترف، فأي رفت كهرباء فورا موعد الهب بيعرف يشتغل، ففورا بتقف الشبكة. معظم مشاكل الشبكات اللي فيها هب نعرف معظم الشبكات أول ما نسألهم حاطين هب عنكم؟ أوكي حاطين هب، والله ممكن تقيموا الهب عنكم وتوصلوا فورا نقاطكم على الحيط على الشبكة. في أحيانا بيكون موظف ذكي كتير، بيكون جايب اللابتوب تبعه وعنده الكمبيوتر تبعه، وفي ابنه كمان معه اللابتوب الصغير الميني لابتوب تبعه، فبده يوصلهم كلهم على الشبكة، بيجيبها بصغير بيتذاكى يعني بيجيبها بصغير بيوصلوا أمام على النقطة، وبيوصل الكمبيوتر واللابتوب تبعه واللابتوب ابنه على الهب، وبيخرب وبيتصل إنه ما عم تتصل، ما عم شغل عندي شبكة، أنا الشبكة عندي معطلة، أنا الشبكة كذا. بيطلع على عنده حدا من شباب الصيانة إنه والله موصل الهب عنده بالغرفة. فمثل ما عم لكم الهب ابعدوا عنه إلا بالحالات إنه أنتوا بتكون تعملوا جمعة صغيرة ومؤقتة ورايحين ما بدكم إياه. لا تستخدموا نهائيا بالشبكات. هلا شو أنواع الشبكات المقترحة؟ مثل ما قلت لكم اللي بيحدد نوع الكابلات، عفوا نوع الكابلات، اللي بيحدد نوع الكابلات المقترحة بتوصيل الشبكة مثل ما قلت لكم هو الأبعاد، قديش طول وعرض الطابق، قديش المكاتب بعدها عن بعض، نقاط بعدها قديش، كله هاد بيحددنا شو نوع الكابلات اللي أنا لازم اشتغل فيها. طبعا كمان بشكر كتير اللي قدموا حل هي المهمة. المرات الجاي حتصعب، حتبلش تصعب علينا الأمور. بتمنى ممكن تضلوا متابعين معي، وننتقل على الفيديو الثاني الخاص بمحاضرة اليوم.